شفت بيقولوا ازاي اترك اثر في مجتمعي وازاي اكون مبادره واكتب مبادره وازاي اكون متطوعه. فالكلام كان صعب عليا شويه وغريب، فقلت ان انا شكلي جيت مكان غلط. حبيت الموضوع وحسيت اني عايزة اكمل، وكنت بستناهم لما يجوا كده. كنت بحب اليوم بتاعهم جدا، وكانوا بيعلمونا اللي هو ازاي اعمل فريق وازاي اكتب مبادرة وازاي والعمل الجماعي وازاي يبقى في مشكلة ودور لها على حل وكده، وكانوا بيعلمونا وبنلعب في نفس الوقت. وحاليا وانا بكلمكم دلوقتي اتعلمت ازاي اكتب مبادراتي الخاصه بيا وبفريقي. هي لسه ما خلصتش ومش هتخلص، عشان اتعلمت منهم يكون ليا اثر في الحياه اللي بعيشها. واتمنى ان كل واحد منكم يكون ليه دور في الحياه يسعى عشانه ويترك اثر في الحياه اللي عايشها.